أعزائي الطلبة، السلام عليكم. الانيماتور ديالكم بالقاسم الشادلي كيرحب بكم. اليوم غادي نبداو واحد لافاز جديدة في لي فيديو ديالنا، هي غادي نشرحو ان شاء الله في واحد المجموعة نتاع لي زيكزارسيس باش نحسو براسنا بلي اننا رانا بدينا كنلقاو حلول وبدينا كنعرفو نتعاملو مع لي زالغوريتم. ولكني ارتأيت اننا قبل ما نبداو لي زيكزارسيس بغيت نهضر لكم على الطريقه بعدا اللي غادي نتعاملوا بها مع لي زيكزيرسيس، حيت هي اهم حاجه. غادي نعطيو بعض النقاط مهمه اللي خصنا نتمشاو عليها في اي اكزيرسيس باش على الاقل نتوصلوا اننا نحطوا اون سوليوشن. وغادي نشوفوا هذه القضيه ديال نحطوا اون سوليوشن كيسكو سا فو دير، حيت دابا المشكله اللي عندنا هي ان كنلقاو بزاف تاع الناس كيبداو يقراو في ليكزيرسيس ولكن اللي بلوكي ما كيبداش، ما كيعرفش يحط ستيلو في الورقه ويبدا يخدم. الوغ كيفاش غادي نديرو؟ الوغ كل ما غادي يكون عندنا ليكزيرسيس بطبيعه الحال يلفو بيان لي ليكزيرسيس، يلفو بيان لي ليكزيرسيس. علاش؟ يلفو دابور كومبروندر، صافي دير يلفو كومبروندر بعدا شكون فو دو فو داكوغ، كومبروندر اشنو خصنا، اشنو بغينا. باغ اكزومبل ليكزيرسيس جاي غادي نجي نقول لك انا بغينا ندير واحد البروغرام اللي كيحل ليكواسيون ا اكس بلس بي باغ اكزومبل اي تيغال ا زيرو، يعني ا اكس بلس بي تيغال. اشنو بغاو؟ صافي خصك تلقى اكس ومين غادي تجيب او بي و اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك دابور تاخد واحد الفكره على ليكزيرسيس وما تبقاش غير تشوف فيه، غيبقى تشوف في ليكزيرسيس وتقراه وتعاود تقراه وتشوف وتعاود تقرا. الوغ باش كتغلب على على على, على, على هاد البلوكاج اللي كيكون عند لا ماجوريتي ديال لي زيتوديون، غادي نحاولوا نشدو ليكزيرسيس اون فا ايسيي دو لو ديكومبوزي، نخرجوا منو دي بتيت زيدي، ندير واحد المجموعه ديال لي تيغي. كنقول بغاوني خص ليتيليزاتور وشنو يدير، يدير لا سيزي ديال شي حاجه. من بعد غادي خصو ندير واحد لو تيست باش نشوف واش عندي هاد القضيه ولا عندي هاد القضيه. دونك هنا غادي نجبد واحد المجموعه ديال لي بوتي تيغي، وديروا معايا اتونسيون هذا سي با دي زالغوريتم. هاد لي بوتي تيغي غادي تشد ليكزيرسيس الكبير وغادي تخرج منه بحال دي بوتي بوين لي انهما هما المراحل اللي خصني نخدمهم على ليكزي. خصني ندوموندي لا سيزي ديال شي حاجه، خصني افيشي شي حاجه، هاد الحاجه خصها تعاود بزاف نتاع المرات باش انني نوصل لواحد النتيجه جزئيه اكسيتيرا اكسيتيرا. من بعد الوغ غادي نشد كل بوتي تيغي هكا ونكتب له ان بوتي تالغو. دابا نبدا في الغو، نكتب له الغو ديالو اللي هو باغ اكزومبل افيشي شي حاجه داكوغ كيما قرينا في الكور، لير شي حاجه كيما درنا في الكور كذلك، يانسي دو سوي سي واحد القضيه الوغ سينو اكسيتيرا اكسيتيرا. كل حاجه نديرها ان بوتي ان بوتي الغوريثم ديالي. يعني كنحاول ان غادي نقبض هاد ليدي وكنبقى مكونسونطري معاها، ساليت معاها نقبض هاد ليدي ونكونسونطري معاها. يعني لاحظوا الطريقه ديال انني نديكومبوزي باش التفكير ديالي كامل كيكون مع واحد الجزء من ليكزيرسيس، ما يكونش مع ليكزيرسيس الكبير باسكو سي بارفو سي ديفيسيل داكوغ. ثانيا ريغروبي توت لي بوتي زالغو اون سول، درت واحد الالغو صغير واحد اخر الغو صغير، غادي ندير واحد فوق قدام واحد واحد قدام واحد وغيعطيني ان غران الغوريثم داكوغ. غيعطينا وفتالي غنزيد لكم واحد لاستيس مهم خصكم تتعاملوا معاه قبل ما قبل هادي. هنا غادي نهضروا، هنا غادي نقول لكم هنا الفو تيستي. صافي ديك الفو تيستي، شوف اون طونك ماشين هادي راني كنت هضرت لكم عليها في الحصص الاولى. يعني انت ملي غادي تشد ان بروغرام غادي خصك تتعامل معاه بلي انك اون ماشين، يعني كتقول مع راسك واسي عندي هذا ان اكرون وعندي هادي لا ميموار، ودابا ملي غادي تيكزيكوتا واش غتصرا شي حاجه في ليكرون ولا في الميموار، عاوتاني من هادي واش غادي تصرا شي حاجه في ليكرون ولا في الميموار. وخصكم تعرفوا بلي هادي بالنسبه ليا هي النقطه لا بلوز امبورطون، هادي هي اهم نقطه عندي انا بالنسبه في لي زيتوديون ديالي، هو انك فاش كتاخد ان الالغوريثم تكون كابابل انك تيستيه كيما لا ماشين. حيت علاش؟ انت كتبقى تيستي تيستي ان سيغتا مومون غتوقف عند واحد الانستركسيون تقول اه هادي نورمالمون خلاط ما يخصش يصرى هادشي، يخصني نورمالمون في هاد المرحله هادي ها شنو خص يوقع، ماشي هادشي اللي صرى. وهنا كتبدا ديتيكتي لي زيرور داكوغ. هنا غادي نهضر على واحد النقطه مهمه ديال اننا في الاول ملي كنكونو نتعاملو مع لا سوليسيون
ما تقاتلوش باش انكم ديروا بالدخله غير تقرا ليكزيرسيس وتبدا تخدم دير ان سوليسيون جوست ان سوليسيون جوست. لا، تعامل دائما على اساس انك غادي دير ان سوليسيون، ما غاديش نقولوا كاع ايروني 100%، ولكن فيها دي زيرور. شاد القضيه، انت من كتبقى تتعامل مع ليكزيرسيس على اساس ان لا سوليسيون ديالك فيها دي زيرور، بعد النفسيه ديالك كتكون مرتاحه، ما كتكونش مضغوط. يعني كتقول غادي يكونوا لا زيرور، ماشي مشكل، راه غادي نحط واحد لا سوليسيون. وشتي من كتقول راه غادي نحط واحد لا سوليسيون وغادي نشوف من بعد اشنو غادي تعطيني فوقاش من غادي نجي نتيستيها، هذه هي المرحله المهمه اللي خصكم تخطاوها. يعني تخطى ديك القضيه ديال انك كتقرا ليكزيرسيس وتبقى تشوف فيه وكتبقى تعصر في مخك وكتبقى تمحن وتستريسا، علاش؟ باش تحط لنا ان سوليسيون بالدخله جيست. لا، ماشي هكا كنتعاملوا مع التمرين. انا كنشد التمرين وكنحاول، كنقول غادي نجي في الورقه ديالي غادي نحط واحد لا سوليسيون اللي انا عندي اليقين بلي لا سوليسيون اللي غادي نديرها فيها دي زيرور. شنو هما هاد لي زيرور؟ دابا انا ما رانيش عارف، معليش، مهم غادي نتعلم انني نحط الستيلو فوق الورقه ونبدا نخدم. ومن بعد ملي غادي نبقى نتعلم نتيستي مره وزوج وثلاثه ونتعلم نتيستي، دائما لا سوليسيون ديالي كي غادي نساليها وغادي نجي ندير لها التيست اون طونكو ماشين غادي نلقى دي زيرور. دونك اوتوماتيكمون انا عارف بلي سي سير غادي نلقى دي زيرور. انا كنلقى اون ايرور، شنو كندير؟ كنحاول نصححها. حيت انت ملي كتحاول تصحح اون ايرور، انت ما كتصححش ليكزيرسيس كامل، يعني عندك واحد لابارتي في ليكزيرسيس ديالك انت ديتيكتيت في اللي بلي فيها اون ايرور، لو ريزونمون ولا لوجيك ديالك غادي تكونسونطرا مع ديك لابارتي الصغيره باش انك تلقى لها اون سوليسيون، داكوغ؟ وغادي تحاول دير نفس القضيه لكاع لي زيرور اللي غادي تلقاو، وتبقى اشاك فوا تصحح ليرور. وشنو تولي دير؟ تولي تغو تيستي، ولا لقيت اون ايرور تكوريجيها، عاوتاني تولي تغو تيستي، ولا لقيت اون ايرور تكوريجيها، جيس كيكون عندك انت في القناعه ديالك اسنو زيرو ايرور. باسكو إل سو بو في القناعه ديالك عندك زيرو ايرور، ولكن ني ملي غادي يشوفها واحد اخر ولا غادي تيستيها في لا ماشين غادي تلقى ايفونتيولمون بلي كاين دوطر ايرور. اشنو غادي ترجع؟ غادي ترجع حتى لهاد المرحله هادي، ترجع حتى لهنا ديال تيستي عاوتاني اوتون كو ماشين، وتشوف اشنا هي لانستريكسيون اللي هربت لك وانت ما ركزتش معاها، وتبقى افيك لو طون شويه 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 ان شاء الله حتى كتوصل لديك المرحله ديال انك تكتب ان بروغرام تيستيه تكوريجي لي زيرور اللي فيه. ومين كتمشي ديرو في لا ماشين، مين كديرو في لا ماشين وهذه هي المهمه، تلقى زيرو ايرور. هذا هو اللي بغينا نوصلو له باش يكون عندنا ديك القناعه باللي ماشي لا ماشين اللي كتصحح لنا، ولكن حنا اللي كنصحوا راسنا. ان شاء الله في لي زيكزيرسيس الجايين غادي نتعاونوا ونحاولوا نتعلموا هذه الطريقه ونتعاملوا دائما مع لي زيكزيرسيس بنفس هاد لا لوجيك، وان شاء الله غادي تشوفوا ليكزيرسيس الاول الزاوج الثالث كندخلوا في ليكزيرسيس الرابع الا كنتم كونسونطرين وعندكم واحد العزيمه وشادين راسكم، غادي توصلوا انكم تبقاو ديروا دي سوليسيون اللي غادي يكونوا في المستوى. ومن بعد ان شاء الله نبداو نهضروا على ناسيون ديال لوبتيميزاسيون، يعني واخا يكون عندنا ان ليكزيرسيس صحيح وكيت اكزيكوتا وفي لا ماشين كيعطينا الريزولتا فيه زيرو ايرور، كيكون يقدر يكون ان بروغرام اللي ماشي اوبتيميزي، يعني نقدر نقص منه لي لين، نقدر نقص منه لي فور. هذا ان شاء الله نخليه لكم مرحله اخرى اللي نتعلموا فيها كيفاش نكتبوا دو بون بروغرام داكوغ، ونتعلموا سو كو جابيل توجور لا بون براتيك داكوغ في لا بروغراماسيون ولا في الديفلوبمون. لانيماتور ديالكم بالقاسم شادلي كيشكركم على حسن الانتباه، ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه.